لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. كرسيه سابق الريح وصبره يشق الطريق، يقطع المسافات ويحقق الإنجازات. كل لفة تقرب حلمه وكل خطوة تكتب اسمه مع الأبطال. عبد الرحمن يثبت للعالم كل يوم إن العزيمة أقوى أسلحة الأبطال. أنا ولدت بالإعاقة وعشت حياتي بالإعاقة واختلطت في المجتمع بإعاقتي، ولا كانت عندي أي مشكلة. في عام 2014 جاني واحد من ذوي الإعاقة وقال لي ترى في مراكز بأسماء المناطق ويمديك تصير لاعب، يمديك تصير مشهور. فاستهزأت فيه، كيف بصير مشهور؟ كيف بصير لاعب؟ قاعد يتصل علي بشكل أسبوعي لمدة شهر كامل. رحت كذا من باب الفضول، شفتهم في الملعب في كرسي كان زي هذا، فطلعت فيه على طول. حسيت إنه فيها حماس، فيها شغف، فيها يعني تحدي. هذه أكيد إني لقيت خلاص رياضتي. تعدد إصابات حسب إفادة المبلغ، يوجد 4 حالات في الموقع. استلمت باتجاه للحالة. في 2016 تعرضت لحادث مروري وإصابة وقفتني عن الرياضة لمدة 6 شهور تقريباً أو 7 شهور. خادم المدرسة وقتها وصار علي الحادث، واللي معي في السيارة كلهم توفوا، وأنا تروّلت في المستشفى تقريباً شهرين. ارتجاج في المخ، فقدان للذاكرة، وكسور في الصدر، كسور في الأيادي. فهذه كانت محطة محفزة بالنسبة لي، لأني أنا أخذ كل شيء على محمل التحدي. الدكتور قال لي عبد الرحمن انت مستحيل ترجع تكمل رياضه، خلاص انساها. وحتى وصى اخويا ووصى الوالده انه العاد يرجع يشارك. جلست بيني وبين نفسي قلت العالم ليش تحقق، العالم ليش تفرح بالتحقيق، ابي اجرب بصير زيهم. رجعت للتمارين ثاني يوم الصباح، كان المدرب مصدوم مني، ايش قاعد تسوي انت؟ ليش قاعد تزيد تمارين؟ ليش قاعد تضغط على نفسك اكثر؟ قلت له انا بصير بطل، انا لازم اصير بطل، لازم تغير الوضع الحالي. كان عندنا بارالمبيات طوكيو، فكنت مكثف على نفسي تمارين مره قويه، وحتى المدرب كان يستهزئ فيه، يا عبد الرحمن ترى ما راح تجيب شيء، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن صعب، يا عبد الرحمن. ضغطت على نفسي، قلت بطنش، هو برد عليه في الملعب. Alcaraz and Pongsiko Mpayo, it's Payo who's going to take it. Pongsiko Mpayo, Lakatos and Pongsiko Mpayo. لقيت وقتها المركز الثالث من الميداليه البرونزيه. كانت صدمة للكل. وقتها حسيت بطعم الفرحة من جد، حسيت بطعم التعب. Al-Qureshi picked up a bronze medal, the man from Saudi Arabia. استقبلني رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكرمني وشكرني على هذا المنجز اللي حققته. بدنا نطالع فيه. قال عبد الرحمن ايش توعدني في بارالمبيات باريس؟ صدمت أنا. طالعت فيه زي كذا، قلت أنا ما أوعدك، أنا كأني أتوشك بالميدالية الذهبية طال عمرك. بإذن الله، بإذن الله بتكون في 24 الذهبية، بإذن الله متواجدة. أنا شاركت في دورة ألعاب السعودية، حققت فيها الميدالية الذهبية. بطولة ممتعة، بطولة جميلة، وأعطيها بإذن الله أنها بتصير من ضمن أقوى البطولات في العالم. كل الشكر والتقدير للقائمين عليها من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه الأمير فهد بن جلوي، ورئيس التنفيذي لدورة ألعاب السعودية الأميرة دليل، يعملون عمل جبار لإظهار هذه البطولة بأفضل مظهر وتنافس. سافرنا إلى باريس، دخلت الملعب، طالعت زي كذا الجماهير كلها موجودة، زادني حماس، زادني تحدي، كان شعور لا يوصف. بدأ السباق وانطلقت رقم جديد ومركز أول وميدالية ذهبية. كل يوم لفيت على الفريق اللي معانا وشفت من المدرجات كلهم فرحانين، واللي يبكي واللي ماسك العلم ويحضنه. فوقتها استشعرت، حسيت لحظتها إني فعلياً خلاص
وصلت للمنجز اللي أبغاه وقتها. كنت فرحان إني قدرت إني أرفع علم السعودية، وإني قدرت أكون قد المسؤولية في حمل هذا الشعار اللي أنا لابسه، والحمد لله إن ربي قدرني. قدوتي واللي يدفعني للأمام وقاعد يخليني أزيد بالإنجازات هو سمو سيدي قائدنا الملهم، قائد أحلامنا، صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. هو اللي نستمد إحنا كشعب منه الطاقة، ونستمد منه القوة في البحث عن الإنجازات للمملكة العربية السعودية. كشعب سعودي ما في شيء يوقفنا، بإذن الله دائما تلقى منه.